حالة من الارتياح والانسجام غير المسبوق بين النخبة الحضرمية ومواطني حضرموت. للأسف الشديد نحن نحارب جبهات ثلاث، أنا في تقديري يعني نحارب تنظيم الإرهاب، نحارب الحوثيين، ونحارب مصنف فصيل سياسي معين يستهدف بكل السلبيات وكل ما لديه من قوة إعلامية النخبة الحضرمية. ضمن التدريبات أيضاً في المنطقة الأولى لشباب، لكن للأسف الشديد لم يستمر ومتقطع ويؤبد بعد التخرج أو ممكن حتى ما يتخرج. من الآخر يأتيكم في الأوقات التالية.